سلام خالتي، اهلا بكم مع السوما ومع الفيديوهات العمليه. وبارامتر تاع اليوم اللي هو لا فوسفاتاز الكالين. وقبل ما نبداو ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. اذا لا فوسفاتاز الكالين ولا بريفياسيون بي ال او بيان بال راح يجينا لو كوفر بهذا الشكل من شركه كيسيا. هنا عندنا الفوليوم 50 مليلتر، لون وريفيرونس ولا تمبيراتور من 2 حتى 8. اما من الداخل عندنا هذ المكونين، هذا اللي هو الا الفوليوم 40 مليلتر، وهذا اللي مثلنا سوبسترا بي فوليوم 10 مليلتر. توجور لا تمبيراتور من 2 حتى 8. وما ننساوش لافيش تكنيك اللي تكون مرفقه مع العلبه اللي راح نتبعوا كامل المراحل اللي فيها. اذا لافيش تكنيك عندنا هنايا لي رياكتيف كامل الاول بي مع لا ريفيرونس، يعطيك جميع الانواع تاع لي ريفيرونس اللي راح تقدر تلقاهم في هذا الكوفر اللي من شركه الكيسيه. اما لا بريباراسيون عندنا طريقتين. في لا بريباراسيون اذا استخدمنا طريقه، هاي هنايا في لا براتيك، اذا كانت طريقه بلا تكنيك مونو رياكتيف سوا بلا تكنيك بي رياكتيف. اذا استخدمنا المونو رياكتيف راح اكيد نحضروا رياكتيف دو ترافاي اللي راح يكون باستخدام 4 فوليوم من الا مع 1 فوليوم من البي، وراح نزيدو لهم 20 ميكرو من البلاسما اي باري. اما اذا خدمنا بلا تكنيك بي رياكتيف راح تكون سوليسيون تومبو ا، راح نديرو ان سي سي مع لي شونتيون اللي هي بلاسما اي باري 20، نميلونجو انكوبي بوندون انفيرون 1 مينوت، ومن بعد نزيدو لها سوبسترا البي 0.25 ونديرو لا ليكتور. نمرو لا كونسيرفاسيون اي لا ستابيليتي، راح يكونو كامل لي كومبوزون من درجة الحرارة 2 حتى 8 ديغري، يبقاو ستابل حتى الانتهاء مدة الصلاحية. اما في حال اذا خدمنا بالمونو رياكتيف لا تكنيك اكيد راح نخدمو رياكتيف دو ترافاي، هذاك لو رياكتيف دو ترافاي راح يبقى لنا ستابل بوندون 5 سيمان من 2 حتى 8 ديغري او بيان 3 سيمان ا تمبيراتور امبيونت، واكيد راح يكون بعيد على الاضاءه. اما بالنسبه لي شونتيون راح نحتاج سيروم او بيان بلازما ايباريني، ليسونسييل ما يكونش لو سون ايموليزي. اما بالنسبه لو ماتيريال اللي راحين نستخدموه، راح نحتاج هذا الجهاز. اولا نحتاج رياكتيف دو فوسفاتاز الكالين، راح نحتاج بورتوار، نحتاج لي زومبو بلو اي جون، لو ديستيلي، لي تيوب ساك، راح نحتاج لي ميكرو بيبيت، ايضا لو با ماري. اذا في لا تكنيك عندنا الاختيار نخدمو بالمونو رياكتيف او بيا البي رياكتيف، و توجور نخدمو في 37 باسكو لا فوسفاتاز الكالين سو سون دي زونزيم، لازم لي زونزيم يكونو في 37. الوغ نبداو بالمونو رياكتيف ا 37 ديغري، راح نديرو رياكتيف دو ترافاي لي هو 4 فوليم من ال ا، نميلونجيوها مع 1 فوليم من ال بي، و نتحصلو على 1 سي سي، و راح نضيفولها 20 من البلازما اي باري. يعني نديرو 800 من الأ ونزيدو لها 200 من البي، هكذا نكونو تحصلنا على 1 سي سي. راح نهزو بلا ميكرو بيبيت 200، يعني نهزو ربع أحجام مع حجم من البي سوبسترا اللي هي 200، مع بعضاهم راح يشكلونا 1 سي سي اللي هي 1000. إن شاء الله تكونوا فهمتوا.
200 l'oula, 200 deuxième, 200 troisième, ou 200 le quatrième. هذه أربع أحجام من A. الآن حجم من B. من substrat B. De son من substrat. وهكذا نكون تحصلنا على 1 cc اللي هي 1000. هذا هو رياكتيف دو ترافال. ورايحين بالطريقة المونو رياكتيف نزيدو لو 20 ونقراها مباشرة في لاباراي. وقبل ما نضيفوها لازم نروح نديرو ريغلاج لسبكترو فوتومتر. إذا بعد ما درنا ريغلاج عند بال أول خطوة راح نديرو لاباج ونكليكي عند لافي la deuxième lavage et la troisième. يعني كل ما نديرو لافاج لو دي ستيلي مليحة لاباراي. إذا أول مرحلة عندنا لو بلون دو نعطيه يابسوربي لو دي ستيلي. إذا البلون دور عند زيرو بعد مباشرة نروحو للشونتيون. وبعد ما درنا رياكتيف دو ترافاي اللي هو ان سي سي كاز فوليوم بالان فوليوم نزيدو له 20 ميكرو من البلازما ايباريني ونمدو له مباشرة يابسوربي. كيما راكم تلاحظو راح نوضوها مباشرة في الأنبوب. نقوم بالتحليق قليلا مباشرة راح يبصرش. إذا بعد مرور 3 دقائق 180 ثانية مع الدقيقة الأولى اللي قبل لا ليكتور تحصلنا على النتيجة النهائية اللي هي 75 يونيتي انترناسيونال بار لتر. يعني هذه يونيتي لأنها إنزيمات. هذه الطريقة المونو رياكتيف. الآن نمرو لا دوزيام تكنيك البي رياكتيف. لا دوزيام تكنيك راح تكون بهذا الشكل. راح نديرو ان سي سي من الا نضيفو لها 20 من ليشونتيون ميلونجي اي انكوبي بوندون انفيرون اون مينوت نخلوها دقيقه في 37 ومن بعد نزيدو لها سوبسترا 0.25 ونديرو لا ليكتور. راح نهزو ان سي سي من الا ونستخدم لا ميكرو بيبات ميل ان سي سي ونضيفوها للتيوب ونضيفو لها 20 من البلازما إيباريني 20 ونقوم بالتحريك
ونخليها في الباماري à 37 degrés. إذن بعد مرور دقيقة راح نضيفوا له 0.25 من سبسترا بي ومباشرة نعطيه يابسوربي. ايضا نفس الطريقه في الدقيقه الاولى حتى يسرع ثبات الانزيمات على 37 ديغري ومن بعدها يمشوا 180 ثانيه اللي درنا به لا ليكتور. بعد انتهاء تحصلنا على النتيجه 77، يعني ماهمش بعيد على بعضهم، هذيك 75 هذي 77 يونيتي انترناسيونال بار لتر، يعني سواء نخدمو بالمونو أو بيان بالبي رياكتيف راح نتحصلو على نفس النتائج إذا كانت الخدمة صحيحة من البداية. ألوغ دو ريفيرونس كيما راح نتلاحظو بوغ لي زادولت ولا موان دو 18 عام سواء أوم ولا فام، هنا تحصلنا على 75 و77، يعني راهي في نورم، النتيجة راهي مليحة، والمالاد راهو لو بال عندو مليح. و ابخي شاك بارامتر ما تنساوش تلافيو لودي ستيلي وهي من الأحسن بعد كل بارامتر لازم نديرو لافاج، واذا كان عندنا السيري راح نكملوها. انا اليوم درت اكزامبل فقط ايشونتيون واحده. وفي الاخير نتمنى انكم استفدتوا، وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله تعالى.